بسم الله، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على القناة. وفيديو جديد او شرح جديد، وتتم للشرح السابق. دائما في انواع لي تيكست عندنا لو تيكست ديسكريبتيف، كندخل مباشرة في الموضوع حتى لا نطيل في الكلام الاخر. اذا لو تيكست ديسكريبتيف اي النص الوصفي. ديسكريبتيف جاتنا من la description. La description اللي هي الوصف، ملي كنبغي نوصف شي حاجة، ان اوبجي، ان نوم، ان انيمال. دون لو تيكس ديسكريبتيف اون بريزونت، اذا في النص الوصفي نقدم، سوف نرى ماذا نقدم في هذا النص. نقدم فيه حتى اختصر عليكم الوقت، نقدم فيه وصفا لإنسان معين، رجلا أو امرأة، ونقدم فيه وصفا لحيوان معين كوصف كلب أو قط أو جمل أو حصان، أو نصف فيه شيئا من الأشياء كلوحة فنية نصفها، نصف مثلا القطار، نصف مثلا منظر طبيعي، نصف شيئا من هذه الأشياء. On la décrit, on fait la description de quelque chose. ومرة أخرى مرحبا بكم معي في قناتكم فضاء زهيرة. Avec plus de précision, un lieu, un objet ou une personne. C'est une description. إذا بالتحديد نصف مكانا أو شيئا أو إنسانا. إذا نعم، في هذه القطعة الوصفية أو القطعة الوصف أو نص الوصف، يعني الترجمة راه اعذرونا على الترجمة وتقبلوا منا، يعني فقط هذه شروحات وتبسيط لهذه الأمور. الناس اللي ربما ما غاديش تفهم كيسكو ساك دي تيب دو تيكست، ولا ما غاتفهمش شي حاجه في لا غرامير، في لا كونجوغيزون، في لورتوغراف، في الفوكابولار فرونسي توت انتي. المهم، افيك بلوس دو بريسيزيون ان ليو ان اوبجي او اون بيرسون سي اون ديسكريبسيون، يعني نصف شيئا من هذه الاشياء، يا اما مكان او لا كنوصفو واحد الحاجة اللي عندنا مثلا ك ان ديكور، ولا واحد لا في ناتوريل، ولا واحد لا في بانوراميك، ولا ان طابلو ديال لار، ولا المهم. اون ديسكريبسيون في ابل او سونس دو لا في، اي جينيرالمون ريديجي à l'imparfait. وهنا شوفوا معايا، ردوا البال مزيان، لا ديسكريبسيون ما تجينيش غير في لو بريزون، راه كيكون ليا فيها ان طون ديال لا ديسكريبسيون في لامبارفي. لامبارفي كي تي ان طون دو باسي، ان طون دو لا ديسكريبسيون سي لون فولي دير. La description fait appel au sens de la vue. الحاسة البصر، كتعيط لك على حاسة البصر، أو عندها علاقة بالبصر، عندها علاقة بالمجال البصري، يعني الحس البصري، حس النظر أو البصر ديال الإنسان. كيفاش كتشوف واحد الحاجة، كيفاش انت شفتيها، كدير ليها واحد الوصف باش توصلها للناس الآخرين، تقول لهم شوفوني كومون جو لي في اترافير ميز يو، داكوغ، باش الناس غادي تشارك معاك في هذيك لا ديسكريبسيون و لوغا لا ميم في كو فو. دونك ال روبوز سور ليكسبونسيون دو نون ان بارتيكولييه des adjectifs qualificatifs. Et là, qu'est-ce qu'il y a là?
التطويل، شوفوا الاكسبانسيون، هذا راه درس آخر سوف نتناوله في المستقبل بإذن الله في فيديو قادم. هاد الاكسبانسيون كتركز لي على لو نو، هاد الاكسبانسيون هو الحشو، انا نسميوه حنا بالعربيه المرادف ديالو هو الحشو، ماشي الحشو الفارغ، وانما اضافه النعوت لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف الى الاسم عندما اكثر من النعوت في الاسم. هنا هادي علاش كنكثر من هاد النعوت في الاسم، علاش كنحط شويه بزاف ديال لي زادجيكتيف لو بليس كو بوسيبل ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف باش نزيد نوضح ديك لو كوتي فيزويل ديالي انا، كيفاش شفت نوضح ديك الرؤيه ديالي انا في هذاك لوبجي ولا ديك لا بيرسون ولا لو ليو كو جو فيان دو ديكريغ، كي خصني نوصل واحد لاجي ديالي على هذاك الحاجه كو جو ديكري، نوصلها بصفه واضحه باش تزيد توضح، كي خصني نحط لو بلوس ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف لو بلوس كو بوسيبل. داكوغ، اون باس لو تيكست ارغيومونطاتيف. لو تيكست ارغيومونطاتيف اشنو هما لي زارغيومون؟ اشنو هما لي زارغيومون؟ لي زارغيومون هما المقولات، قال فلان مثلا الاحاديث النبويه مثلا عن فلان عن فلان قال رسول الله عليه الصلاه والسلام كذا وكذا، سو سون دي زارغيومون، او قال فلان المقوله كنديرها بين قوسين بين دوك لي غيومي ديالها دو لي بارول. دون ان تيكست ارغيومونطاتيف لوتور دون سون اوبينيون سور ان سوجي اي ايسي de convaincre le lecteur et le persuader qu'il a raison. Faites nous dire le texte, le voilà argumentatif, le كاتب li wa hna aw la wahed akhar donne son opinion, qui a fait fih ra'yo بخصوص واحد الموضوع. D'accord. ومن خلال هذا الرأي ديالو يحاول إقناع القارئ أو المتلقي بتبني وجهة نظره. كنتمنى على أنه التعبير دابا ما خانيش. دونك دون ان تيكست ارغيومونطاتيف لوتور دون سون اوبينيون سور ان سوجي اي ايسي دو كونفانكر لو ليكتور اي لو بيرسوادي pour le convaincre. Pour cela, il utilise des arguments. Ah, وليتم له هذا الهدف يحضر استشهادات او مقولات كيدخلها في هذاك لو تيكست ديالو تيكست ديسك باردون ارغومونطاتيف كيحط فيه هاد لي زارغومون pour persuader le lecteur. On peut trouver des textes argumentatifs dans les journaux, voilà, les revues, et aussi dans des romans ou des pièces théâtrales. هنا قال لك كنلقاو هاد الانواع ديال هاد لو تيكست اللي هو ارغومونطاتيف، كنلقاو مثلا كنلقاو في الصحافه في مقال صحفي في واحد الجريده او في مجله كتحاول تقنعنا بواحد وجهه نظر او بمنتوج معين او بواحد المهم، كنلقاو في لي غومون، لي غومون هي الكتب الادبيه، او كنلقاو في دي بياس تياترال، كنلقاو في المسرح في القطعه المسرحيه، وايضا في وقتنا الحالي نجده في الحملات الاشهاريه في الاعلانات. دونك واحد الشخص ملي كيدوز يقدم لك واحد المنتوج راه شنو باغي يدير لك؟ باغي يقنعك انت بوجهه النظر ديالو في هذاك المنتوج باش انت تتبناه وتمشي تاخذه عندك او تشريه او المهم تتبنى نفس النظره باش انت تستعمل هذاك المنتوج. اذا يعني هنايا هذا هو لو تيكست ارغومونطاتيف. او ريفوار.